الطبيعي إنه يكون في مشاكل ما بين حرمة الولد يعني زوجة الابن والحماة أو العمة نحن نقول في دول الخليج، والطبيعي أكثر إنه يكون في مشاكل ما بين الزوجة وخوات زوجها. زين ليش هذه الأمور ممكن تحصل للناس؟ وليش هو استوى هالشيء استوى طبيعي؟ ليش مش الطبيعي إن نكون متحابين في الله محسنين لبعض؟ خليكم معاي في استشير ماي الهواري. من الاستشارات اللي جتني وكانت غريبة جدا، تقول لي دكتورة تخيلي أم زوجي تقول لي قدام زوجي تتكلم مع زوجي وأنا موجودة تقول له تحيد بنت عمك فلانة شفت محلاها سبحان الله النصيب. وتي بعدين في حالة ثانية واستشارة ثانية أخت الزوج يعني همها إن أخوها ما يكون مرتاح لا في بيته ولا في عياله، كلها تتدخل ليش اشتريته الأخت ها مو بالعمة، ليش اشتريته ليش حطيته ليش رحته ليش صرفته ليش سافرته وليش يبتلها وليش تخليها وليش تسمح لها. هل هذا شيء طبيعي؟ لا طبعا مش طبيعي. زين ليش في هذا الشعور إنه يجب أن نتدخل في حياة ولدنا ونشعر أن نحن مسؤولين، ولكن المسؤولية تبدو وكأنها عند البعض يعني اتخربطت اختلفت انقلبت الموازين؟ ليش أنا ما عندي إحساس بالمسؤولية بشكل طبيعي مثل ما بدينا الحلقة اللي هي الإحسان؟ شو الفائدة من أني أنا أتكلم عن بنت العم أو بنت الخالة أمام الزوجة وهي غريبة من بيت غريب مثلا؟ والله عشان أذكر، ترى على فكرة زود الزن على الولد على ولدك يخرب العلاقة الزوجية. يمكن يوم من الأيام يقول والله صدقها أمي، يعني يستوي خلاف بينه وبين زوجته، يتي على باله أمه والله صح تعرف صدقين والله هالبنت زينة تحلف عينه، يعني أصلا هي مش في باله تستوي في باله. زين وشو وضع خوات الزوج اللي كل شوي متدخلين وكل شوي عطوا رأيهم؟ ما حد طلب رأيكم، خلي الناس تعيش في أمان وسلام مع بعض، كل حد خذ فرصته. أنتي أم الزوج خذتي فرصتك بأنك أنتي تعيشين بواقع، أنتي مستقلة عندك عيالك عندك ريلك عندك بيئتك. ممكن على فكرة الحين أنتي تفكرين تقولين لا أنا كي أنا كنت وحدة ظلمت في حياتي وما كان لي راي ولا شور وساكنة عن بيت الأهل. زين كل الناس ساكنين عن بيت أهلهم، لا بس كانوا يتدخلون، لا كانوا ما يخلوني في حالي، أنا اللي كنت مظلومة، أنا كنت الضحية، أنا أنا أنا. إذا أنت كنتي جي، هل مناسب أن نظلم ونكمل الدائرة المتوارثة هذه عبر الزمن مع الناس؟ ليش ما نغير الفكر اللي هو أنا انظلمت ما بأظلم ولدي، لأن ترى أنت وريلك انظلمتي، أنت الحماة والحماية ترى أنتوا انظلمتوا في حياتكم، ليش توارثون الظلم لولدكم ولبنتهم؟ ليش ما نفكر بوعي آخر بحيث أني أنا فعلا أطور من ذاتي وهني الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي مو بس أني أفهم الآخر، لكن أفهم نفسي أولا قبل لا أفهم الآخر. أنا ليش حاسة دائما أني أنا مثل ما تنكد علي أبا أنكد عليها، مثل ما أنا انظلمت أبا أظلمها؟ على فكرة هذا حديث نفس إحنا عادة ما نقوله، لكن في نفس الوقت نعمل به وكأنه يعني شيء مقدس، وكل يوم الصبح تقومين وتقولين شو هدفنا اليوم، هدفنا نغص على بنتنا هذه الغريبة اللي جاي عندي وماخذة ولدي، ولا هي غيرة أن ولد شراح، ولا هو تملك، هو شو بالضبط؟ كل هذه الأمور جوابها نعم نعم جميع ما ذكر. زين هل معقول أن أنا أتم على حالي جي؟ هل معقول أن ريل أخت الريل يعني إحنا نقول بنت الإحمة، الناس بنت الإحمة هي تكون معقولة مسيطرة على أخوها وعلى خروجه وخروج حرمته، شو اشترت شو جابت؟ هل هذا الشيء سوي صحي فعل أصلا يعد تدخل؟
يعني ولا لأني أنا قريبة منهم عادي أتدخل، لكن الغريب لا يتدخل، هذا ممنوع. شو الحل يا جماعة؟ هل هذا طبيعي؟ لا، بس نحن في مجتمعاتنا للأسف وعكس حتى ديننا والأديان كلها اللي هو التعامل الحسن السوي، الطبيعي استوى السلبي، الطبيعي استوى السيء، لكن هذا خارج عن الطبيعة. ولما يكون خارج عن الطبيعة وخارج عن فطرة الإنسان وخارج عن وعينا وذكائنا العاطفي، تخرب الموازين وتتهدم الأسرة. وبعدين نقول ليش؟ ليش الطلاق زايد؟ ليش العنوسة زايدة؟ ليش العزوبية اليوم انت تشوفين الشباب ما يبون أصلاً، ما يبون أي شيء له دعوة بأي أنت حتى تكلم عن إذا تكلم يعني الزواج، يجي بطاري الزواج قدام الشباب ما يبون، عندهم عزوف، لا جي أنا مرتاح. ليش؟ معناتها نحن الزواج على فكرة متعب ومحتاج إلى عمل، الحب محتاج إلى عمل متواصل مستمر مستدام، مثل أي حكومة مثل أي دولة، هي مؤسسة. تخيلوا أنتوا أصلاً في عاتق هالمؤسسة، وبعدين يدخل لك ناس من خارج المؤسسة يعطونك رأيهم وتتلخبط الأفكار وتنعكس الاتجاهات، هذا غير طبيعي. الطبيعي أن نخلي قائد المؤسسة ونائب قائد المؤسسة يكونون متعاونين مع بعض، يكونون حياتهم، استقلاليتهم، أفكارهم، وإذا حبوا المشورة، إذا احتاجوا احتاجونا بالنصيحة، نحن موجودين، ولكن ناصح أمين مش ناصح خراب لا سمح الله ومحشومين. فخلينا دائما نكون نصلح. شو يعني الطبيعي؟ الطبيعي مو بني أكون مسيء أو أخرب، الطبيعي أني أكون محسن وأصلح.